نشوف واش تشد لينا الريزو. خرجنا صاب برا وطلقناه على ود هذا المكان، هذا ما فيه لا ريزو لا والو. يا عمي السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة انت الله. مباشرة على قناة شوف تي في، أهلا انت بصباح، سيدي الله تقدر تعاود يجزيك لينا خير. المشاكل اللي كتمر منها؟ انت حاول تقرب الميكرو لفمك وارفع بسم الله عمي، قول لينا شنو المشكل اللي عندك ولا عيطتي لينا؟ لا المشكل اللي عنده سيدي، عنده واحد البيت هنايا ما فيها ما تشمتي، مش لازم عنده الفلوس. كتقول لي يا بابا راه البارتمان راه مخلصه، بقيت كنتسنى انت حتى قبل ما نشوف المشكل ديال بنتك عمي باش يفهموك الناس، دابا انتيا عايش في هذا البيت قلت لي 4 سنين هذه وانت اربع عايش في هذا سنين البيت. انا دي وانا هنايا اييه كنتسنى الباسما اللي تخلصات، وفي استفادة. السيفات ديال السيفاده وما تخلصاتش، وفي هذا الحل اللي عنده ماشي مشكل بدون ديك الاسماء، المهم هذاك المحسن اللي عطاك 160 ألف ريال. هذاك المحسن اللي عطاني 160، عاود مشيت عند الحرق وشوف واش تخلصات الباسما ولا ما تخلصاتش. ملي مشيت عنده قال لي ودي ما وصل عندي حتى شي واحد، ما عندي حتى شي دوسي ديالكم نتوما، قال لي ما عندي حتى دوسي. مهم الدريه مشات هربت وخلت لي وليدات بجوج، خمسه ديال النفوس، هي سبعه ديال النفوس عندي هنايا، ديال بجوج دراري ديال الدري فهاد البيت ديال هنايا ديال ولادها. دابا كلشي كنصرف غير عليهم، ما كنربح والو في هاد العسه هادي. ودابا كنطلب منكم ومن الله سبحانه لا هو يشوفوا من حالي، راه ما عندي دابا ولادي راه غير مشتيل، هذا سميتو الولاد اللي غادي يعاونوني ما كاينينش. دابا قلت لي عمي بنتك نصبات عليك في الدار. ما عقلتش على شحال كيسال ليا، وفي حق الله سمح لي هذاك مول الدار هذا سميتو بغا داك الشيء اللي كنعطيك، يقول لي الله يخلفك وكيمشي الخلفه بحالاته، ما كيهضرش معايا الله عمرها دار. وبقيت هكا في هذه البيت هذه المده هذه، بقيت كنسقسي على راسي الولد ديالها ما كاينش. ودابا انا غير بوحدي مع ولادي من هنايا، وكلشي على ظهري، ما كاين كلشي صغار وما كاينش اللي خدام هنا. انا في الحقيقه راني تهلكت، ودابا الله يرحم لكم الوالدين، الا كان شي محسن اللي غادي يمشي يخلص لي هذا البارتمان ديال قبل ما يمشي، ولا ما عرف واش باقيه ولا مشات ولا ما نعرف، راه ما عنديش بارتمان ديال الاستفادة ديال الاستفاده، البارتمان ديال الاستفاده وما عنديش. الله يرحم لكم الاخراني، شي كيعطيك 1000 فرانك، شي كيعطيك 400 ريال، شي كيعطيك، هلكوني كاع بزاف، غير ما لقيتش فين نمشي. هذا هو المشكله ديالي. ودابا الله يرحم لكم الوالدين، هذا الشيء اللي وقع لي راه ما عمرها وقعت لي في حياتي كاع نهائيا. ودابا انا فهاد سميتو فهاد السكونه اللي انا فيها راه هلكتني، لا في صحتي ولا في ولادي، لا مازالين غير صغار وكلهم كيقراو، واحد راه في الحبس، هذاك اللي في الحبس مشى مسكين ما نعرف شنو دار، حتى صدق غارق في الحبس غير على والو. شحال من عام وانتم عايشين بلا ضو عمي ولا يلا تقطع لي؟ هذه تقريبا شي عام هذه ولا عام، شي عام هذه ولا شي عام هذه، يقولها عام هذه باش ما كاينش الضو عندنا هنايا. هذا هو المشكل ديالي، الله يرحم لكم الوالدين. هذا واخا الله عمي نداءك للمحسنين اللي بغى يعاونك ولا اللي بغى يتعامل معاك، ها عندك نمرة التليفون حافظة؟ النمرة ديال التليفون بلاتي هذه بلاتي حافظة، قولها ليا بلاتي. 06 ايه 70 واخا 70 16 16 86 86 74 74 عاود عمي 06 86 74. هذا الرقم التليفون.